كل ما عربية ناس على دماغ الناس وعلى طعامتها الست لولو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي يا جماعة. عليه الصلاة والسلام. شكرا جدا 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 على التفاعل بتاعكم يا أحلى إخوات في الدنيا كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبنا عاملين إيه؟ اتفضلوا معانا النهاردة عاملين سمك مشوي كده، إيه؟ حاجة كده فخمة كده ورز وسلطة، اتفضلوا معانا. بس المسكة المسدس دي تقوم يا ماما، عيب يا ماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشوني كتير. احنا كلت نص الكلام، انا جعان. خدي ست سلطة، يلا يا بنتي جيبي لنا سمك، يلا وزع. حطي اللي باقي ايه؟ محتاجين توزيع يا جماعة. اتفضل يا سيدي الناس. بسم الله. ده ليه دكتورة هنا؟ اللهم صل على النبي. بسم الله. انا خلاص قولي بس زيد الوقت. ايوه خدي. اي انت هاتي الحبات طماطم هنا، هاتي لي السلطه هنا. خدي خدي. مين الان؟ للدكتوره ليه؟ جوز ديال خدي غوز. شو اللي انا خايفه اكلها سمك بس مش عارفه اكلها ولا لا. حتى من نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتيها حتى من نفسي. انا بخاف من العين يكون عندي وجبه بصراحه تكون سمك ولا حاجه. ده بس حتى من نفسي عايز اخد من اخواتي. لا رد يا تاكل زفر ولا رد يا تاكل صخرة. عايز مش عارفة اعمل ايه عليه. اكل بس قول له حته بس نشوف كده. ايه ممكن تقولي دي لها ما كيلوز كده اخو بيرز. والله مش عارف سمك جميل. قولي ده قالك هنا يا رب. العطاولة مسلسل حلو بصراحة. قولي قلبي مسلسل الكوبرا. كان بتاع كان اسمه الواد اللي هو سيكا. لا الكسبرة. ايوه انا عارفته. انا عارفه الكزبرة. اسمه كده في الحقيقة. هو اسمه حقيقي كده مش عارفه والله. اسمه في الحقيقة كده اسمه الشهر. اسمه الشهر. يا رب يا ناس سيكا. شكرا على التفاعل الاخير بتاعكم. ربنا يخليكم يا رب لنا كده يا رب ويجبر بخاطركم انتوا الكل يا رب. مره اسمه سيكا مره اسمه كزبرة ومره اسمه شهر. اللي واقفين في ظهرنا وسندنا كده. ليه حبيبة عمري ايه؟ هذا بالدنيا تاكل ليه يا ماما؟ مش جعانة بصراحة. مش قادرة اكل بصراحة مش جعانة. وانا بقول فيلم على جدي. مش قادرة. ليه بس كان مسدس؟ اتوقع اي حد فيكم دلوقتي. يا غوي يا ناس على لولو دي. لا لا يا لولو دي للعب مش. شاطر يا حبيبي حطي لي حبات طماطم يا هي. خلي كان كسب الحاجات دي وبعدين دوام. هي لوز لان لما تشوف طماطم تحبها. يلا تحب الطماطم. عسل ايه؟ تعرف الكيرد ليه ده؟ حبيبي بس بس مكان النوم بقى. نمسح ولا نوصل على النبي؟ ماما. نعم ماما خدي ماما. والله العظيم والله العظيم الكل حط لايك عشان الدنيا ماما. فين البصل؟ مش مشكلة البصل يا هنا بقى. أكلة دي محتاجة بصل. بس اصبري بس. دي العراف. تعادل يمين. هي لوز اهي مو. ودي مو. اهي بصي. شاطر يا حبيب. لما صلى على النبي. الله اكبر علي. لان الجمر يا ناس.
وانت لولة عمري. بس يا لولو، لا ده مسدس للعب مش للكده، مش عشان تخي، فاهماني؟ انا بس لك على المسدس. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنتي ارحمي امك شوي، خدي لوز، خدي لوز مسدس ابوكوا. ما انت شفت حاجه النهارده يا ماما؟ كانت كعكايه و انت لازم لو مش في الحاجات دي لازم انت تعمليها. الخير في البيت حلو، المعجنات في البيت حلو. يعني جينا من الدرس كده هتاخد واحدة كعكاية كده على السريع كده وبدأت أطبخ بقى. من هذا كم يوم يا ماما؟ والله ما يكون صايم زي بحس إنه كله في رمضان بالظبط. أمال إيه؟ من هذا كم يوم في يا ماما في الشهر؟ إحنا لسه في شهر يعني. خدي طماطم معايا. لا لا خدي طماطم. عايزه نعم؟ عايزه ايه؟ عايزه من دي؟ خدي عايزه من الموز. حاضر حاضر هديك. هي عايزه حاجه مزه. انا بنت ليان بتحب المزيز اهي. فكرتين حاطين حبه صوص. ماما العيب انا مسكت دي؟ دي سمكه. حطي حبة صوص يا ماما، حبة صوص قوي. خدي استنى الصوص كله. ممكن تستنى الصوص ده وطلع وانا ايه طلع حطوا له شوية الحوض. انا بحب المزز انا وليا. اي حاجة انا بحبها اللي انت كلها. الله 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 الله. لولو وجعت المزز. كنت تخرم في حد يا ليه؟ معلش. خدي رز وطماطم، خدي طماطم اهي. ماما بصي ماما، ماما خدي من دي ماما. ماما عايزه المسدس، المسدس اهو عندها كارت طالعه لها. اه جبناه لك والله. ما تحرق في اعصابك يا صاحبة. السمك ايه رايكوا فيه حلو ولا ايه نظام؟ انا مش ايه رايك في السمك يا ماما؟ لا انا مش قادر اكل بصراحه، مش عارفه زي ما كنت كعكايه والله، زي ما كنت خلتني ايه بطني زي ما كنت فيها خروف. سبحانك انت يا رب. بردك الواحد طالع من السن بردك، يعني المعده بردك لسه. المعده تعتبريها فاضيه. لا عيب. خدي طماطم اهي، طماطم اهي. بص 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 عايزه تنزل. طب هي شبعت اساسا. لا مش نازلين. طب مش منزلين حاجه، مش تعمل كارثه. هدي لها واحده جرجيه. كفايه كارثه اللي عملتها المره اللي فاتت. اه يا نوتي. هدي لها واحده ده عد فجر من دي. ايوه كده استني. خد يا بابا امسك اشتري. الطبق لسه واقف على عدمور عشان لسه مش عملي. افتحي بطن السمكة دي كده هنا كده. بس انا مش ده حلو، حلوة ده حلوة احسن من السمك المرة اللي فاتت. قول هو سمينة ما شاء الله. صحة وعافية. مش جبت السمك اللي داخل ب10 جنيه ده يا ماما؟ في سمك ب10؟ تحت بلينا ولا ايه؟ بكام؟ السمك الوقت اللي انا جايباه ده 80. لا لا السمك ده انا في السوق 60. امال ايه؟ تمام. لو صغير ده ده ب 60، انت شايفاه الصغير ده ب 60. طب العيال بيضحكوا عليك. ماما الراجل بيقول كده. لا يا ماما عشان بيهزل معاك. عم محمد دي بيهزل معاك. امال ديك السمكة اللي كان نايم دغري كده هي اخر سمكة صغيرة. كان هو معاه سمك بس انا مش انهدته بصراحة. بيحب السمك اللي هو اللي فيه البطرخين دوت. هما بتاعت اللي ساكنين على البحر كذا بورسعيد الاماكن دي يعرفوا. السمكة الصغيرة بتاعت البطرخين دي هي اغلى من السمك الكبير ذات نفسه. عيب.
ايه هي عايزه تنزل على فكره. هتوجع الكاميرا استني. طب اعمل ايه؟ مش هتبطل زردنا ليه؟ ده حب الطماطم. وديتها خد يا ليه؟ خد اهي. خدي لوزة يا لولو. لولو لولو الله 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 على لولو يا خويا يا ريس. الله يدها دي بتاعها تشبع وروحها هي تشبع. يا بابا يا لا على بنتي دي مفترية وظالمة والله. عايز يجي لبابا؟ تعالى بابا عايز ياكل هو صايم. طب هتاكل ازاي؟ هو انت كنت بتكلم مع ماما؟ ليان ده الله اكبر على ليان بنتي. زي ما اكل ايه؟ خد يا بابا. لا اسم الله عليها لبده لبده ما اعلم بها الا ربنا فضله. طب باباها خالص. انا مش هروح في اي حته تقعد معايا. هي بتحبه اهي. تحب البابا يا لولو؟ لما انا بشيلك على طول يا لولو. انت كده؟ انت ديت. والله العظيم عليك. يا بنت ده بكري صايم خليه يفطر. صايم الستة البيت. فضلهم كبير حضربنا. امال ايه؟ يعني لو مش باخد العلاج بتاعي بتاع اسناني كانت اسناني تعباني اليومين اللي فاتت دمت الدكتور مديني العلاج باخده بقى ايه بانتظام اخر يوم السبت ان شاء الله اروح له كده عشان اشوف اسناني وبعد كده اصوم بقى الستة ان شاء الله اكون هو خلصهم واكون انا ابدا لسه انا اصوم انا الولد ان شاء الله هخليك تصوم معايا. اقعد يا بابا. رزة؟ بابا 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 خلاص كده بابا صوم بقى. عادي في ناس بتصوم اثنين وخميس على طول يا بختهم عند ربنا لهم. الصيام حلو والله الصيام نعمة. ما هو اشمعنى يا ماما انا المغرب بتقدم بقى مش معرفش بتأخر المغرب؟ تهيألك وقت ده الساعة تتغير في شهر خمسة. ليه؟ توقيت بقى عشان النهار هيطول والليل هيكسر عشان الصيف بقى. يعني نهار يتوري مولا حبيبنا الحلوين مش هننسوا بقى تشتركوا في قناه امهاتي ومعانا على العين. عليك حلو زيكم كده ونشوف الفيديو في كل مكان. كومنت حلو كده يفرحنا كده. لا تنسونا باللايك والاشتراك. حطوا اللايك يا ليه. اعملي كده يا لولو. اه شفتوا؟ طيب يا رشا شغال. صلوا الله عليك يا ليه. حاضر الفلاحين بيقعدوا ماشي اكلوا يقعدوا. صلوا على النبي كده. عليه الصلاه والسلام. يلا كمل بقى بعد ما نعرف الفيديو. طب لا ولا حاجه. يلا شوف اشوفكم على خير ومع السلامه. مع السلامه. ده المهندسه ليه. هات المهندسه ليه. والله شفتوا اعملي بقى ليان. ايوه اعملي قوم حطوا اللايك. قولي لهم حطوا اللايك. ليان تحبيني؟ عايزه طماطم من دي خدي. قولي يا ليلى قولي يا تحبين قولي